صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنة 2023 بتعيين مدراء في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني. جاء فيه يعين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كلا من السيد هيثم محمد سامي محمد مدير الإدارة الاتصال، السيدة مريم جمعة خميس الفليتي مديرة لإدارة خدمة المنتفعين، الشيخ حصة بن خليفة آل خليفة مديرة لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، السيد محمد عبد العزيز رشدان مديرة لإدارة متابعة تنفيذ المشاريع، السيدة إيمان حسن سلمان العباسي مديرة لإدارة التمويلات الإسكانية، السيد أحمد كامل أحمد آل شرف مديرة لإدارة علاقات شؤون المطورين.